نحن نعلم أن بالقناة الثانية موظفين وصحفيين شرفاء مناضلين منهم من هدمت حقوقه، هؤلاء نحترمهم ونوجه لهم تحية، لكن الذي يسير هذه القناة إما أن تكون القناة معبرة عن الشعب ومعبرة عن الحقيقة، وإلا فلترحلي بغير رشعة، فلترحلي وليرحل من أتى بك القناة الثانية، فلترحلي وليرحل منطق الإقصاء ومنطق الإرهاب ومنطق العنف ومنطق الاستئصال. هذا الوطن للجميع، هذا الوطن للجميع، لا احتكار في الوطن، كلنا فيه سواء. وهذا الإعلام للجميع، لا احتكار في الإعلام. ومن تريد أن تمارس تحيزا إيديولوجيا تخرج بتتأسس حزب ديالها السياسي، تخرج ليها كود. إذا كانت امرأة، ولا كان راجل، يخرجوا يأسسوا حزب سياسي ويديروا الصراع السياسي، أما يتخباو وراء المؤسسات العمومية ويتخباو وراء القناة الثانية باش يصرفوا المكبوتات الإيديولوجية ديالهم، وباش يرقصوا على الدماء ديال الشهيد وديال عائلة الشهيد، وتغطية مشبوهة ولاد الشعب كيرفضوها، وتغطية مشبوهة ولاد الشعب كيرفضوها، وتغطية مشبوهة.